بتعمل كلاسيفيكيشن. طيب بتعمل كلاسيفيكيشن مثلا الشغلات هذه الداتا مايننج بتكون اسرع من الستاتستيكال تولز والكويري. طيب هلا شباب احنا في الجزء الثالث من اللي هي المحاضره اي سيشن سيشن نحكي على الار دي ستورز تشالنجز اند سوليوشنز. بس لحد الان المحاضره السابقه جربنا ايش سوينا في بارت 1 جربنا حكينا عن ان عندنا تيبل اس بي او خزن فيه ار دي اف اي دونت كير انه اسمها ار دي اف ولا ما اسمهاش ار دي اف انه عندي جراف متخزن تيبل واحد اس بي او وشفنا كيف لما بنعمل كويري انه في تشالنج عالي جدا اللي هو بدي اطلع عن جوز والجوينز مالها بطيئه. في مقترحات كانت شو بدي احكي؟ انه انا بعمل اندكس على التيبل الاس يعني على الكور اس وعلى بي بس هذا الكلام برضه ما بجيبش نتيجه منيح. هلا بدنا نشوف شوي كومبلكسيتيز نخوض فيها شوي نوضحها اكثر ونحكي على شوية سوليوشنز. هلا منين اجى كلنا الكومبلكسيتي تبعات كويري جراف شيب داتا؟ من وين اجى؟ اجى لانه انا في عندي سيلف ماني جوينز سوري ماني سيلف جوينز لاني بضل اعمل جوين على التيبل والتيبل كلنا كمان مره لو عندي اس اس بي او عندي في 10 ريكورد كده لما اعمل سيلف جوين كده بيطلع 96 كده بيطلع 100 حجم التيبل بيطلع 100 10 في 10 لا مش بيطلع 100 طلع ماكسيمم 100 مضبوط هلا اذا في او ما فيش سي جوين معناته بيطلع ايش شيء زياده صح هلا بالورس كيس بيطلع 100 يعني بالورس كيس بس رغم ذلك المشكله مالها لا زالت معقده حتى يعني لو انه الكول ما راحش معي في الورست كيس برضه بضل مشكله طبعا البيست كيس زي ما ناقشنا قبل شويه انه في او تعمل جول مع اس كمان مره اذا او تعمل جول مع اس معناته قديش بيطلع قديش بيطلع الريكورد؟ مرة واحدة أقل من الجديد طلع 10 طلع 10 طلع 10 طلع 10 بيست كيس سيكونشال ايوه يعني لو في شيء يعني اس بي او كل ما اجي اعمل جوان بدي اقول الاو بتساوي الاس اللي بعد اذا ما طلعش ولا جوان او مع اس معناته معناته فيش جون معناته حجم التيبل اللي بضل 10 قد ما بتعمل سيلف جون بيطلع شيء ماكسيمم 10 فهي بتطلع 10 مينيمم يعني حتى ما اعمل سيلف جون في 10 ريكورد بيطلع مينيمم 10 نتيجه مينيمم 10 وماكسيمم 100 هلا لو عندي مليون بصير يطلع مليون ضرب مليون ضرب المهم الورست كيس احنا طبعا دائما بنحكي على الورست كيس قد ما نعمل في اشكاليه في هاي المشكله. اكسسي مالتيبل بروبرتيز اوف ريسورس ريكوايرز سبجكت جوينز. مرات في كمان يعني لما انت تيجي تعمل كويري اذا بتطلع في الكويري تبعتك بجوز الامثله اللي اعطيتكم اياها كلها لينيا صح؟ كلها لينيا. مرات مش يعني مرات تبقى مش لينيا الكويري، كيف يعني لينيا؟ يعني لا لينير يعني مش ليستد اللي هو لا لينير بتمشي لا بقول لك هاي بقول لك بالذات ارجع على زي بوك اوثر ارجع على امثلتي هاي فيها مش لينير الامثله فيها مش لينير هاي ايش قصدي بلينير؟ انه الباث اللي انا بدور عليه لينير يعني بقول لك اعطيني السنه لإشي وهذا الإشي واز أو سوري هاز وول مبرايز إن أو أنت منتهى من هون بقول لك الإم 1 اعطيني السنة أو
سوري الاسم اعطيني الاسم الاسم تبع شغلة وهي الشغلة اسم البلد هي country لي شغلة ثانية وهي الشغلة الثانية directed by M3 وكأنه الكبير جاي صح؟ اسم بلد مخرج الفيلم الفلاني اسم بلد مخرج الفيلم الفلاني مخرج الفيلم الفلاني ايوه هلا هي انا يعني هون في باب سوري مش ليميل يعني باب واحد الكويري تبعك صح؟ نعم مرات اعطيني اسم بلد المخرج قلت سعد عامر اسم بلد المخرج الفيلم الفلاني الفيلم M1 لا الفيلم اللي اسمه بدك ترجع عشان هذا يعني ما قلتش الفيلم M3 اللي اسمه كذا اللي اسمه كذا هاي يعني صارت هيك هاي وكأنها في عندنا ستار شو ستار؟ يعني بده اكثر من تفرع من ده شوف هاي جراف بنقولها جراف شيب هذا بعض صح؟ هاي لما انا صارت عندي هيك معناته صارت هاي ستار هاي هون ستار وطالع منها بعض وبعض ثاني بكون نود وطالع منها اكثر من نود لما بكون طبيعه الكويريز عندي كمان ستار هذا بيعمل كومبلكسيتي اعلى لانه هذا حضرتك الطبيعي لما بتعمل كويري على الشيب على جراف بيكون عندي ايش؟ بيزيد تعقيد المساله هلا بعد اكسبريشن ريكوير سبجكت سبجكت جون زي ما قلنا سبجكت اوبجكت جون زي ما قلنا ان جنرال اكويري ويذ اكويري ويذ ان ايدجز اون ان اس بي او تيبل ريكويرز ان ماينس 1 سيلف جونز ان ماينس 1 على فكره مش ان انتبه ان ماينس 1 سيلف جونز طيب لازم يكون سبجكت سبجكت مرات لازم سبجكت سبجكت في الامثله اللي معنا طلعت سبجكت في شيء سبجكت سبجكت صح يعني في بعض منهم بدك تطول بسبجكت سبجكت طيب هلا what solution do we propose to optimize queries on graph shape data زي ما حكى أمجد أحسن إشي نيجي نعمل فوق الإس نعمل إيش؟ إندكس وفوق البي نعمل إندكس وفوق الأو نعمل كمان إندكس تبني إندكس وكمان في إشي ثاني بقدر أعمل بقدر أقول كمان أعمل إندكس يعني مش بس هذول الثلاث بعمل بعمل اندكس للتشكيل وبعمل على الاس بي وعلى الاس او وعلى البي اس وعلى البي او وبرد اعمل على الاس بي او اس او بي بي اس او على كل الاحتمالات لكل الاحتمالات ها طبعا الاندكس مش انه بس يعني سهل برضه هو عبء على الاندكس شو العبء على الداتا بيس اذا عندي تيبل 100 مليون ريكورد وبدك تعمل كل هذول الاندكسز عاشو بصير عندك الهارد ديسك تبعك ايش كله بروح لانه هو بنسخ الداتا ايوه هو شو الاندكس بنسخ الداتا بعملها بترتيب سورتد بصير حجم الداتا كم عايز اكبر من الداتا بصير اضعاف الاف مرات اكبر من الداتا وينصح في الاندكس بس قرات الدراجه الداتا بيز التابل الكبير اذا ما كانش يعني بتعمل عليه كويري فريكوينتلي تعمل له اندكس بس الحال زي هاي الحال ان كل مره يعني بعد فتره نقعد نعمل ريكريت للاندكس هو اي مش ديكس انت بتحكي على الابديت يعني هاي وانا مستعد للابديت مش فاهمين ليه الابديت لا او حتى انسيرت طيب هلا ديكشنري انكودنج ستريك داتا شو هي؟ ريبليس اول ليترالز باي اي ديز اعمل مابينج تيبلز ها اعمل مابينج تيبلز لكل شيء في هذاك في التيف الاس بي او اعمل له مش اي دي اعمل له اي دي عشان الجوينز على اي دي احسن هاي الطريقه اللي عملها حدا سماها ار دي اف 3 اكس سوليوشن ويل ومش بس هاي الكلام وكمان لعب بالاكسكيوشن بلان يعني في حدا عمل على فكره هذا يعني
هي مش فكره، هو في حدا في المانيا عام عندهم عاملين عندهم هم دي تسعة من الجامعه في جامعه هم عاملين وعنده اختار هاي الطريقه وقالوا ايش كمان بكفيش هيك فكره بكفيش هيك لانه الداتا بيس الداتا بيس وهي لما تيجي تعمل كويري مش انت بتعمل اندكسز بتعرفش انو اندكس تستعمل في انو كويري وين مظبوط بالضبط بيعتمد عليك انت تستخدم الاندكس مرات تحط الاندكسز كثير انت هل بيستعملها تفكر الدي بي بيس اذا في نوتيشن بتحطه اياها بستخدم انك تحدد الاشياء اللي بتستخدم ايوه هلا عشان تعرف في معظم الدي بي بيسز عندهم زي اديتور او فيور اذا بدك لا الاكسكيوشن زي اللي بتعمل سيميوليشن للكويري بعطيك عدد الاكسكيوشن بلان كيف يعني الاكسكيوشن بلان لما يجي ينفذ هاي الكويري بده يروح يستعمل هذا الاندكس مع هذا الاندكس ولا هذاك الاندكس مع هذاك الاندكس بيعطيك الباث هلا انت لما تشوفه تقول هو غلطان ولكن لو استعمل البلان الثانيه كان اسرع فانت وكانك بتضلك تعمل تيونينج للكويري تبعتك عشان او تغير في الكويري او تغير في كذا عشان يصير جهازك اسرع مش مشكله لو وجود طيب هلا هات ندرس شيء ثاني ندرس شيء ثاني في حاجه سوليوشن ثاني اللي هو RDF store in a different schema property tables cluster property tables شو هاي بسوي فيها؟ بيعمل clustering للداتا أيوة زي ما حكيت لك داتا مايننج بيعمل clustering للداتا ايش بسوي؟ هاي عندي تيبل انا ايه subject predicate object وبيجي بقول لي برجع لي بقول اي اي دي 1 التايب تبعها بوك تايب التايتل اكس واي زد الاوثر فوكس الكوبي رايت 2001 هذول هلا هذول شو احسن شيء كيف يتسجلوا؟ لو هيك بقول لو صح لنا نعملهم كلاستر هيك اجي بقول اي دي 1 البوك تايب هاي التايب تبعها بوك تايب التايتل تبعها اكس واي زد الكوبي رايت تبعها بعمل البريديكت اللي الهن عباره عن اسامي الكود بلم هذول الايديز وبحطهم وين بلم هذول اللي السبجكتس اللي هون شو بساوي؟ وزع تايب رد يعمل فيه وزع وحطها هون اي دي واحد بصير بقدر يتكرر فهذول وكانه بيملى التكرار في ال... كيف هاي طب فكروا في هاي فهمتوها انتو؟ طيب شو رايكم في هاي الطريقة؟ انا بسرعة بكل مشاكلها طب بصير عندي مالتي تيلز لما دي يعمل كل الريبورت بتجيب من التابلز كل من هذا هو ها؟ تروح على كل التابلز لا ممكن يكون في مثلا اي دي الفيلد اللي له تختلف عن فيلد اي دي ثاني اها بالضبط ممكن يكون في شيء زياده ممكن يكون عندي شيء البريديكت اللي لاي دي واحد في اي دي واحد في لها في بريديكت فيرست نيم بس اي دي اثنين ما لهاش فيرست نيم شو بيطلع عندي هون؟ نل هاتوا فكرت فيها كمان مرة وكأنه جاب السبجكت هذا كله عمل له كل سبجكت هون عمل له ايش؟ عمل له ريكورد واحد ليه؟ وجاب كل واحد من هذول وعملها ايش؟ كول مزبوط؟ صح ولا لا؟ صحيح بهي الحالة قديش طول هاي عدد الكولوم هاي عدد البريدكس كولوم عدد البريدكس عدد البريدكس اللي هون طب الكويري تخيل لو عندي انا مئات والالاف ولا حتى مئات الالاف بعرف ايش يعني مع الاخر في الداتا بيس كانه عمل جروبي وكانه كان رجع لي هلا ليش؟ جروبي رد بده يرجعني على ليش؟ انا شايفين هاي الطريقه؟
هلا اوكي جابها يا عمي حطها هيك وحط لي هذول البروبرتيز عملهم هون وعبى الفاليوز حطهم هون ماشي. هلا قلنا قد انه دي واحد له هالاربع هالخمس بروبرتيز بس مجموع عدد البروبرتيز اللي هون قديه؟ ممكن هون خمسة هون له قديش مثلا 100 صح؟ صح شو بطلع له معناته هون؟ بطلع له شيء يعني خمسة فيهن فاليوز و95 والثانية نفس الشيء والثالثة نفس الشيء شفتوا كيف شكل التابل هذا طلع؟ الكروستابل ايوه كروستابل شفتوا كيف التابل هذا طلع؟ يطلع في كولومز كثير وكلل عدد النص A cluster of probability table contains clusters of probability that tend to be defined together. اوكي. شكله ممكن نعمل شوية عملية انه ايش نسوي؟ انا بدي تحسين على هذه الفكرة. في طريقة انه تطلع انه مثلا تحسن التيبل او تطلع على الكولون اللي مثلا نوادر فيه الفاليوز الكولون بكيم هو مثلا بحطها على الجنب بكيم من الشدات بكيم هو من وين؟ من الشدات ولا؟ بس اذا حليت اذا عملنا حل يا مالك الحل هذا مليارات المليارات بتجي لصاحبه اللي بيعمل هذا الحل اللي معلوماتك بس ما كل ما حطيت لا بدك تفوت اقول اعطيكم مثال مش جيجا برد اعطيكم مثال الاي بي كيف بخزن الداتا تبعته تخيل شو الاي بي اول شيء موقع الاشتراكي بدك تبيع اي شيء ما زال علم بدك تبيع اي شيء ها اي شيء بدك تبيعه بتروح تلعن عنه بدك تبيع كتاب بتحب بتعمل له فيلدز بتقول له التايتل والايس بي ان والاوثر والسيلف والببلشر وال طيب بدي ابيع سياره الموديل تبعها وسنه الصنع و الى اخره بدي ابيع كرسي بدي ابيع شجره اي شيء بدك تبيعه البروباليتي تبعونه متغيرات يعني هاي مش شيء ثابت مش مثلا في عنده ببيع بيسمح في بيع 4 500 نوع من الاشياء يعني مفتوح هلا هذا بيضبط الريليشنال داتا بيس انا بسمي البروبابيلتي يعني بالضبط انت اللي بتسمي تحط التايتل هل هذا بس هذا الريليشنال داتا بيس بيحل مشكله؟ كلام فاضي الفيسبوك الفيسبوك يعني في الخيال انه اي انه بيقدروا يستخدموا اي ريليشنال داتا بيس جوجل تستخدم ايش اسمه الجوجل بلس في جوجل وحتى كل معظم شغل الجوجل الياهو ولا حدا بيستعمل ريليشنال داتا بيس بس جوجل تستخدم ايش اسمه جوجل بيج تيبلز كلها فلات فايلز هلا هذول مجازا بسموها تيبلز مجازا هي فلات فايلز هلا معنى اخر العالم تحرر من ريليشنال داتا بيس مش معناته ريليشنال داتا بيس مش منيحه بس في كثير ابلكيشنز هلا ما بتزبط الريليشنال فاللي بيلقى حل هون لهيوج داتا زي اللي اكتشف الداتا بيس بالمناسبه زي اول واحد مره اكتشف الداتا بيس هلا بنيجي بنقول اوكي في اشياء غلبنا مثلا في نعمل شويه اوبتمايزيشن على وين يا بنكيم شويه ريكوردز يا بنكيم شويه كولونز ونخليه نلف اوفر ونحطهم هون يعني وكأنه هذول وكأني طلعت معظم هذا الموجود في هذا التيبل حطيته هيك بالباكيت الشرطي هلا مالتي بروبرتي تيبلز والديفرنت كلاسترز اوف بروبرتيز مي بي كريتد تو اوبتمايز تيبلز اكيد ريكويرمنت فور ذيس تايب اوف بروبرتي تيبل از ذات A particular probability may only appear in the most, sorry, in at most one probability table. The advantage of now,
some queries can be answered directly from the property table with no self join. ما بلزمنا joins. ما بلزمنا joins. واضح الفكرة؟ شو رأيكم بهالحل؟ تعملوه؟ يعني لو جيت قلت له اعطيني كل الكتب، اعطيني كل عناوين الكتب اللي انكتبت بال 2001، عناوين الكتب اللي انكتبت بال 2001، الكويري هاي عارف ايش بعملها؟ هيك على السريع، مزبوط ولا لا؟ من هون انزل. طيب هلا شو عم بدنا نقول؟ يعني شوية تحسينات على اللي انعمل زمان أو حل ثاني. منخرب التسجيل على المحاضرة اللي بعدها أو تيجي هون. هلا في حل ثاني؟ في حدا عنده اقتراح ثاني؟ على فكرة الموضوع هذا انترستنج ولا لا؟ أنا عندي اقتراح ثاني. يلا. ستجمع كل الأشياء المتشابهة، كل الأشياء المتشابهة مجمعها بتيل. طب اعطيني يلا كيف؟ بكثير أمر مجمعها مع بعض. إيه؟ بكثير أمر يعني فاضي محتاج. حاولش تفكر تحت تحسن، فك حل هيك ولو دفن. يعني مكرر مثل التار، صبوك تار، شيل تار، طلع برا، هي هاي الاسم. وجينا نقول ايش؟ ايش قصدك ال؟ يعني بدل ما اختار بوك تايب عليهم اكثر من مره في التابل بشيل هذا صور الفوق. تعمليه تحسين هون، بدل ما احط البوك تايب شو اسوي؟ اشيله من هون واخلي رقم. رقم ما هو احنا هنا هون مجازا الاسلوب التعليمي انا حاطه مش رقم، بس افترض انه رقم. في حل